بعد 5 أيام من انطلاق حملة استعادة السيطرة على غرب الموصل، تمكنت القوات العراقية الخميس من دخول مطار ثاني أكبر المدن العراقية، حيث انتشرت بأعداد هائلة. قوات الرد السريع التي حظيت بدعم سلاح الجو سيطرت على مجمع المطار إثر هجوم شنته من المحور الجنوبي الشرقي للمطار. وبعد هذا التقدم تمكنت الجمعة قوات جهاز مكافحة الإرهاب من الدخول إلى أول الأحياء الغربية من الموصل. وحسب مسؤول عسكري، فإن جهاز مكافحة الإرهاب استعاد السيطرة على قاعدة الغزلاني وقرية تل الريان في جنوب غرب المدينة وحي المأمون، أول الأحياء السكنية في الجزء الغربي من الموصل. عملية استعادة السيطرة على الموصل من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية انطلقت قبل 4 أشهر.